27 ده وتبص على جدول الاسكي اللي هو جدول الحروف تفهم الرقم ده قدامه حرف ايه وتطبع الحرف ده. تمام؟ فهي السي اوت نصحة على حسب اللي جاي لها بتعمل حاجات مختلفة. فلو اللي جاي لها كاركتر بتطبع حرف، لو جاي لها شورت تطبع الرقم اللي جواه اللي هو هيكون 127. تمام؟ هنمشي كده خطوة خطوة في البرنامج واحنا شغالين. فلو عدنا الخطوة دي كده هتلاقي ايه؟ طبع ان كاركتر ايكوال العلامه دي هي علامه الكاركتر المقابل ل 127. بعد كده شورت ايكوال 127. تمام؟ حد عنده مشاكل؟ الكاركتر كان بي انيشاليزد باي كاركترز على طول. انت ممكن تقول كاركتر ايكوال سنجل كوتيشن حرف، هيعمل ايه؟ يروح يبص على الحرف ده في جدول الاسكي يلاقي ان قدامه رقم معين، ياخد الرقم ده يحطه في الكاركتر. هو في الاخر اي فاريبل موجود في ميموري عباره عن زيروز وانز، ملوش دعوه باي حاجه، لازم يبقى زيروز وانز في الاخر. فهو هيروح عايز يسجل في الكاركتر ده حاجه، فهو شايفني بقول له حط فيه حرف الايه، هو ما يعرفش يعني ايه، فيروح للاسكي يترجم الايه ده لرقم معين ويحط الرقم ده في البريد. طيب بعد ما حطيت الايه في الكاركتر، حطيت كاركتر في شورت، ايه اللي يحصل؟ شورت هيبقى فيه قيمه الاسكي المقابله للحرف الايه. حد واقع؟ حد عنده مشاكل؟ فالمفروض السطرين دول لما يخلصوا هلاقي طبع ايه؟ كاركتر ايكوال، ايه اللي هيطبع بعدها؟ حرف الايه، بعد كده شورت ايكوال الرقم المقابل لحرف الايه. هتلاقي كاركتر طبعت ايه كابيتال، بعد كده شورت طبعت 165 اللي هي الرقم الاسكي بتاع الايه. طيب دلوقتي حطينا في الكاركتر 128، فبدل ما كان 7 وحايل جنبه صفر هيبقى 1، دول كلهم ايه؟ 4. فلما اجي اعمل سي اوت للكاركتر هيروح برضه يدور على الكاركتر اللي في الاسكي قدامه 128 ويطبع الكاركتر ده. انما لما اسامي الشورت بالكاركتر ايه اللي يحصل؟ هنا بقى الاخر بيت على الشمال 1، هيعمل ساين اكستنشن فهتلاقي كل الكلام ده بقى 1. فيبقى هنا في 8 وحايد ودي 1 وكل دول صفار. المفروض قيمة الرقم ده كام؟ حد يعرف يحسبها بسرعة كده؟ قيمة الرقم ده 7 اصفار جنبهم 9 وحايد. دي سهلة. كام؟ هي مش هتتغير، هي 128 برضه. مش محتاجة حساب. يعني لو ده 128 فهو اصلا عامل حوار الساين اكستنشن ده عشان تفضل 128. لو حد فاكر التوس كومبلمنت الرقم ده كنا بنحسبه ازاي؟ بناخد ده بالنيجاتيف والباقي كله بالبوزيتيف. صح؟ فده لو 8، لو دايما انت عارف ان لو ده 1 وده 1 فده نص ده. صح؟ ده نص اللي قبله. فلو ده نيجاتيف وده بوزيتيف فيبقى الاثنين دول مع بعض ايه؟ نص ده. اللي هو ده. بس بالنيجاتيف. لو جمعت عليه نصه اللي هو ده يديك. تمام؟ كلام واضح يعني. ف بس فهي 128. بس هنا اللي هيحصل بقى كالاتي، ان هي نشوف كده اللي هيحصل. عشان بقى لي كتير ما نفذتش الكود ده ممكن يتغير. فهو لسه 128 الحمد لله. ايه؟ مين بيقول ايه؟ سالب 128. مش 128، هو عشان هنا الكاركتر طبع حرف، بس الشورت والكاركتر اصلا ساين مش ان ساين. لو احنا كنا معرفينهم ان ساين كان هيطبعهم بالبوست، بس هنا عشان هو عمل ساين اكستنشن فالرقم ده في الاخر ايه؟ نيجاتيف عشان الوان ده موجود. تمام؟ تحط 128 على طول في الشورت، ما انت تبقى انت عارف ان الكاركتر ما يعرفش يشيل 128 بوست. الكاركتر ان سايند كاركتر يعرف.
فانت تبقى عارف لو انت بتنشالايز فاريبل ايه اللي يحصل فيه. يعني انت لو قلت الشورت ايكوال رقم معين غير ال 128 اللي هو يخلي فيه واحد هنا وصفار في الباقي وانت فاكر انه هيفضل زي ما هو، لا مش هيفضل زي ما هو، فيتقلب الرقم ليه التاني ما تعرفوش. تمام؟ فانت مهم تبقى عارف الليمت بتاع الارقام. لو انت الارقام في البرنامج بتاعك هتكبر شويه تعمل حسابك انك بعد شويه لما تقعد تتعامل مع كارت شورت هتلاقيه بعد شويه عمل اوفر فلو ما عرفش يسجل جواه اكتر من كده. هو بس هنا يعني الكاركتر كان فيه 128 لما سويت الشورت بالكاركتر بقى الشورت فيه نيجاتيف 128 عشان موضوع الساين اكستنشن اللي حصل ده. تمام؟ هو الكاركتر كان فيه 128 ولا نيجاتيف 128؟ بس الكاركتر لما جيت اطبعه هو فيه 128 فراح للاسف ملوش دعوه باي حاجه ثانيه. ايه مشكلتك؟ فهو طالما انساين هو ساين يبقى من نيجاتيف 128 ل 127 فلو زودنا واحد على 127 هيعمل اوفر فلو دي نيجاتيف 128. مش فاهم كده حطينا في الكاركتر 128 فتحط فيه 1 جنبه 7 اسطوانات. ايوه بس 1 دي نيجاتيف. ايه؟ 1 دي نيجاتيف. اه نيجاتيف. طيب يبقى نيجاتيف 128 ده نيجاتيف 128 اصلا. ما هو انت هتحط 128 فيه هو حول ال 128 لباينري يحطها في الكاركتر. انت بقى حطيتها في سايد كاركتر فالسيستم نفسه يفهمها ان هي نيجاتيف 120 وانت اللي غبي انك حطيتها 120 انك مش عارف ان هي كده تتحول اوتوماتيك لنيجاتيف 120. تمام؟ نروح لرقم تاني غير 120 عشان ايه؟ يبقى كفايه كاركتر حاطط فيه 256 ايه اللي بيحصل؟ كده انا عديت الليمت بقى. 256 ده واحد جنبه 8 اصفار فانا كده بحط رقم كبير في حته صغيره. فايه اللي يحصل؟ مش هينفع احطه. فيقوم جاي قاصص الواحد اللي على الشمال ده خالص ويحط الثمان اصفار في الكاركتر. فيبقى كده كاني حطيت في الكاركتر صفر. الناس متفقه مع الكلام ده ولا في حد مستغرب؟ حد عنده مشاكل؟ ايه؟ من امتى؟ بصي هنا كنا حاطينها في الكاركتر 128. 128 دي عباره عن واحد جنبه 7 اصفار. تمام؟ لما قلت كاركتر ايكوال 128 هو السيستم بيقول 128 دي عباره عن ايه؟ واحد جنبه 4 اصفار احطه في الكاركتر فحطها. بعد كده انا بعد شويه سويت الشورت بالكاركتر. التو تايبس دولت ان ساين ساين معلش. فالايكواليتي دي بتحاول تحافظ على الساين. بتحافظ عليها ازاي؟ ان هي تعمل لها اكستنشن لما لقيت ساين هات تقوم جاي مبناها في البيتس اللي على الشمال. فده اللي حصل. لو جينا نترجم الرقم ده هيبقى نيجاتيف 2 باور 15 زائد 2 باور 14 زائد 2 باور 13 زائد 2 باور 12 لو هيدي تمام دول كلهم يساوي نيجاتيف 2 باور 15 اللي هو 128 نيجاتيف 128. الفليبنج بتاع الساين ده حصل ليه؟ عشان انا حطيت الرقم في فاريبل اون ساين. تمام؟ فهو حطيت البيت باترن 128 فهي اترجمت جواه نيجاتيف 128. نعم؟ بالظبط كده. انت مش عشان انت مش فاهمه هي الدنيا ماشيه ازاي من جوه افتكرتي انك لما تحطي الرقم ده زي ما هو. تمام؟ الكاركتر ايكوال 256 اللي يحصل بقى؟ عندي 9 بيت المفروض تحطه في 8 بيت. مش هينفع. فهو هيهتم بالليست سيجنفيكانت 8 بيت. فهلاقيهم كلهم اصفار فيحط في الكاركتر اصفار. فتلاقي الكاركتر بقى فيه صفر. تمام؟ فالسطر ده لما يتنفذ هتلاقي الكاركتر بقى فيه الفاليو اللي موجوده هي صفر. عشان 256 دي عباره عن واحد جنبه تمن اصفار فلما احط البيت باترن دي في كاركتر اللي هو بيشيل بس 8 بيت هيطير الواحد على الشمال. لما انقل الكاركتر في الشورت عادي صفر خلاص الاثنين بقوا صفر. العكس بقى لما احط في الشورت 256 شورت كبير فيسع الرقم ده بسهوله جدا فيتحط 256 في الشورت ويفضل باسطر لان انا احط في ال 16 بيت دي 9 بيت بس. فهو يعني في مساحه
هيتحط فيه عادي جدا الديستا 50 دول. لما اساوي بقى الكاركتر بالشورت، الكاركتر حجمه اصغر من الشورت، فانا عندي رقم موجود في 2 بايتس عايز احطه في 1 بايت، مستحيل. فهو هيعمل ايه؟ يقول لك فاكس الرقم على الشمال ده، انا هاخد ال 8 دول احطهم هنا، اللي سيجنفكت بايت اخده، تمام؟ فاللي هيحصل هنا ان الشورت الكاركتر اللي فيه كام؟ كام يا جماعه؟ في حد بيقول زيرو، كام واحد متفق معاه؟ تمام، هيبقى في زيرو، لان من 50 بتتكتب في ال في 9 بت، هي واحد بس في 9 بت، تمام؟ فالمفروض لما ده يطلع هيطبع ايه؟ كاركتر فاضي، ده اللي هو الاسكي اللي قدام الرقم زيرو، وشورت هيبقى فيه 250، تمام؟ 4149 تمام؟ 4149 تمام؟ نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. ايه المنظر اللي جاي ده؟ المنظر ده بتاع البوينت، تمام؟ كاركتر اسلك ده يعني بوينت. نشوف كده شكل الميموري هيبقى عامل ازاي؟ هنا ال 41 بالهكس ديسيمال ده حرف الاي كابيتال، و 49 بالهكس ديسيمال هو حرف الاي، تمام؟ فانا هيبقى عندي الفاريبل اللي اسمه شورت، مش باين ده اللي فات كان باين الاخضر، العلامة دي لما تتحط جنب فاريبل الاند دي. معناها ان انا اجيب عنوان الفاريبل ده. تمام؟ فالفاريبل ده موجود في الميموري صح؟ الميموري اللي هي 4 جيجا دي. كل اليمنت او كل بايت في الميموري دي ليها ادرس معين. فلما اقول له الشورت اللي هو الفاريبل اللي اسمه شورت اللي هو الاس كابيتال ده، واحط جنبها الاند، فقيمة الاكسبريشن ده دلوقتي هو الادرس. فلو المكان ده مثلا موجود عند ادرس 0x مش عارف 3 4 5 6 شويه ارقام كده، يبقى ده الادرس اللي موجود مكان الاكسبريشن ده، تمام؟ الادرس ده نوعه ادرس بيشاور على شورت. ايه هو في الاخر ادرس بيشاور على مكان معين، يعني ايه بيشاور على شورت؟ يعني الادرس ده اوير هو عايز قد ايه من الميموري، يعني هو عارف ان هو هيشاور في الميموري في المكان ده، وهو بيشاور على شورت اصلا، فالشورت 2 بايتس، فهو مهتم بالاثنين بايتس بس اللي موجودين دول. لما اعمل له كده انا كده بحول نوع الفاريبل ده اللي هو اللي على يمين اللي على يمين البراكتس دي للنوع اللي جوه البراكتس. طب هو نوع الراجل ده ايه؟ نوع الراجل ده شورت استريك، ده كده بوينتر تو شورت. بوينتر تو شورت يعني بيشيل ادرس وبيشاور على 2 بايتس في الميموري. انا حولته لكاركتر استر، معناها ايه؟ ان هو برضه لسه ادرس بس بيشاور على 1 بايت في الميموري. يعني هو ايه؟ هو مش شايفها دلوقتي، هو شايف 1 بايت بس. الاسترك اللي بره بقول له هات البايت دي. تمام؟ يبقى الاكسبريشن بيتقري من جوه لبره. شورت ده الفاريبل اللي جواه 41 جنبها 41 جنبها 49 متفقين. حطيت اند قبلها يبقى كده معناه ايه؟ ده الادرس بتاعه. والادرس ده ليه نوع ان هو بيشاور على شورت، فهو شايف 2 بايتس. حولت الادرس ده لكاركتر استريك، معناها ايه؟ ان هو لسه ادرس بس بيشاور على 1 بايت. الاستريك اللي بره دي بقول له ايه؟ بقول له خلي بالك انت على يمينك ادرس بيشاور على حاجه معينه، روح هاتها. فهو حاليا اللي على يمينه بوينتر تو كاركتر،
خليه يجيب البايت دي. تمام؟ انهي واحده فيهم بقى؟ الموست سيجنيفيكانت غالبا. نمشي خطوه كده. تمام اللي سيجنيفيكانت. تمام؟ فكده لما اطبع الكاركتر والشورت، الشورت هيطبع رقمه العادي جدا اللي هو ايكويفالنت ل 41 جنبها 49 يفكها بالباينري ويحسب حساباته. الكاركتر طبعا الاي اللي هو الكاركتر المقابل ل 49. تمام؟ يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بقول له حول لي الرقم ده اللي جوه الشورت الادرس بيشاور على كاركتر. هيروح يبص عليه، بس غالبا هيحصل حاجه اسمها سيجمنتيشن فولت. ليه؟ لان الادرس ده في الاغلب بره الادرس سبيس بتاعك. انت كبرنامج شغال ليك حته بتبص فيها. لو بصيت حته ثانيه بعيده عنك اللي مثلا شغال فيها نورتون بيعمل سكاننج على انتي فايروس على الفيروسات. شلت الاند دي والستار دي؟ عندك حق، احنا بس بنلعب بالبوينتر شويه نشوف هنعمل ايه قدام. بس اللي انت بتقوله ده، احنا شلنا الاند دي والاستريك دي والاستريك دي، هنحول الشورت الكاركتر فهياخد الليست سيجنفكت بوينت اللي هي كانت ايه؟ اه 49 مره. تمام، يبقى الاكسبريشن ده كاني بساوي الكاركتر بالشورت. بس انا هنا وريتك لما تلاقي اكسبريشن بوينترز تقراها ازاي؟ هنشوف بعد شويه لما نلعب بالموضوع هيبقى الموضوع هو كومبلكس، نتاكد ان انا فهمت. تمام؟ ايه؟ صفر اكس دي معناها اكس ديسمال. ان الرقم اكس ديسمال معناه ان الرقم اللي بعد الاكس اكس ديسمال. ما اقراهوش ان هو ديسمال، يعني ده مش 4144 ده 4149. كل واحده من دول بتتفك ل 4 بيتس في الهكس. فاكر الهكس؟ اللي هو كان من 0 لغايه الاف ده 0 لغايه 9 بعد كده اي بي سي. ايه؟ عشان دول حروف اي واي، اي ارقام يعني، مش ارقام بنجرب عليها. ليه ما خدش ايه؟ معلش مش فاهم. عشان الاربعه دي 4 بيت. الاكس ديسمال كل رقم فيها بيتحول لاربعه بيت. في اعدادي كده كان في جدول كبير. يعني ده 0 4 اصفار. تحولي كل واحد فيهم لبايت. الاربعه تتحول 0 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
كله تمام. عشان كده الكاركتر لما جه يبص على سنجل بايت بص على 44 دي كلها. انا ناسي بصراحه ترتيبهم ازاي في الميموري عامل ازاي. معلش يا مهندس تقريبا كام؟ الصوت يا جماعه الصوت عشان نسمع بس. قولي تاني. احنا حطينا 128 في كاركتر. فكان الواحد بتاع ال 128 في الساين بيت بتاع الكاركتر. انما لو حطينا 56 حطيناها في شورت اللي هو 16 بيت. فالواحد بتاع 256 كان في تاسع بيت بعيد خالص عن الساين. الساين هي في البيت رقم 15 16.
مش الفتيه بتاعه 49 41 دي ليها علاقه بالليتل انديان والبيج انديان. انا فاكر ان هي كده، بس انا مش عايز اخش في موضوع انا النازي اصلا، فاهم؟ مش موضوع انا عايز. كانها كده الفاليو اللي جوه البوينتر ده بقى بوينتر لكاركتر. يعني لو مش فاهمها في امثله كتير تفهمها، تمام؟ بصوا بقى المثال ده، المثال ده نفس المثال اللي فات بالظبط، بس زود قوس هنا كده. تمام، هو عمل اند للشورت وعلى شماله عمل له دايت كاستنج لكاركتر استريك، بعد كده جمع واحد، بعد كده عمل قوس لكله وحط استريك بره. تمام؟ طيب ايه اللي يحصل هنا؟ حد متخيل؟ هيجيب ال 41. ايه؟ هيجيب ال 41. هو مفيش غيرها هيجيبها صح؟ لا هي صح. يعني المره اللي فاتت جابت 49، فاكيد المره دي تجيب 41. عايزين نمشيها خطوه خطوه كده. مبدئيا التايب كاستنج بيتنفذ اول حاجه. يعني احنا لو جينا نبص على الاكسبريشن ده وعايز اقول هو الجمع ده يتنفذ امتى؟ يعني ابدا انفذه امتى؟ خلص ده كله. يعني ده كله هيتنفذ قبل الجمع. فأول حاجة دي إيه؟ ده كان شورت، ده فاريبل اسمه شورت، عملت اند معناها إيه؟ الأدرس بتاع الفاريبل ده. بعد كده عملت له تايب كاستنج لكاركتر استريك. معناها إن أنا حولت الأدرس ده لأدرس، بس ما بيشاورش على شورت، بيشاور على إيه؟ على كاركتر. الجمع ما دام أنا بتكلم على أدريسيز بيتنفذ بطريقة مختلفة. يعني الجمع مش جمع طبيعي مع الأدريسيز. مع الأدريسيز بقول له هات، لو انت بتشاور على كاركتر فهات الكاركتر اللي بعدك. وبالتالي دي كانها بتجمع 8 بايتس في حاله الكاركتر، وكانها بتجمع 16 بايت في حاله الشورت، اللي هو 2 بايتس. 16 بيت معلش. وكانه بيجمع 32 بيت في حاله الايه؟ الاندنج. فالبلاس دي ما دام جنبها على شمالها بوينتر بتتنفذ بطريقه مش طبيعيه. مش زي الطبيعي بتاعنا. بيتنفذ بوينتر اريثماتيك، ده اسمه بوينتر اريثماتيك. لو بجمع على بوينتر واحد معناها بقول له هات لي الفاريبل اللي بعديك في الميموري. ايه الاخبار؟ لسه يا جماعه المحاضره طويله. كويس احنا خليناكم في الاولى. تمام؟ فاللي هيحصل كالاتي. اند شورت ده هيجيب الادرس اللي بيشاور على الليست سيجنفكت بايت اللي هي 49. حولته لكاركتر استريك بقى بوينتر، بس بيشاوروا على سنجل بايت ال 49 دي، مش بيشاوروا على الاثنين دول مع بعض. لما كان اند شورت بس كان بيشاوروا على الاثنين دول، لما حولته كده بقى بيشاوروا على دي بس. لما جمعت عليه واحد بقول له هات الكاركتر اللي بعدك، فدي اللي سيجنفكت بايت تبقى دي اللي بعدها الموست سيجنفكت بايت. فهيبقى الادرس بيشاوروا على 41، ده اللي هو ده كده، ده كده هيبقى الادرس اللي بيشاوروا على البايت اللي هي فيه 41. الاسترك اللي بره ده يقول له ايه؟ روح هات بقى البايت دي. فيبقى الاكسبريشن ده كله هيتشال ويتحط مكانه 41. لا الشورت ما فيهوش ادرس، الشورت فيه فاليو بس. ده ما ينفعش يبقى ادرس ليه؟ لان انت بتكلم 4 جيجا. ده 2 بايتس بس، 2 بايتس عمرها ما تدرس 4 جيجا، لان 2 بايتس اخرها 2 باور 16. 4 جيجا دي بتتكلم في حاجه 32، حاجه باور 32. اتمنى تكونوا فاهميني يعني. طيب هنا عملنا ايه؟ شلنا القوس ده عملناه هنا. هيعمل ايه؟ اند شورت هيجيب الادرس. كاركتر استرك هيحوله برضه لسه ادرس، بس بيشاور على كاركتر. بيشاور على السنجل بايت دي. بعد كده هيلاقي الاستريك دي. لان بلس 1 بعيد عنها. فهيجيب الفاليو اللي جوه البايت اللي هي 49. بالهكسا. يجمع عليها واحد تبقى كام؟ مش 50 بقى. 49 بلس 1 بالهكسا. يبقى ايه؟ 4 ايه؟ تمام؟ المهم ان هي تجيب الحرف اللي بعده. ده كان حرف ايه؟ 49 ده كان حرف الاي.
يبقى الجي. جي يبقى الحرف اللي جوه كاركتر دلوقتي هو حرف الجي. حد واقع يا جماعه؟ ما انت قاعد جنب عبد الوهاب هتفهم ازاي. طيب تعالى قدام. طب كده طيب المهم بس نلاحظ هنا ان الاقواس فين؟ يعني الشورت ده اتعمل له تايب كاستنج لكاركتر استريك الاول فبقى كانه بيشاور على سنجل بايت، بعد كده الاستريك اللي بره جابت اللي جوه البايت دي اللي هي 49 بالاكسل، بعد كده بلس 1 اللي بره جمعت واحد عليه فبقى 48. مين مش فاهم ايه؟ انت مش فاهم ايه؟ جمعت؟ طب مين مش فاهم ايه طيب يا جماعه؟ الموضوع ممكن يكون صعب فعادي لو سالته يعني. فاهمين يعني الحمد لله؟ نشوف كده اللي اتطبع دلوقتي، فالطبع الكاركتر اللي هو حرف الجي والشورت لسه نفس قيمته زي ما هي. ما ينفعش نكبر خط شويه في الكونسول؟ اكبر خط كده. ايه ده الخزة؟ طيب الاكسبريشن ده بيعمل الاثنين مع بعض. حد يقول كده؟ لسه في تحت حاجات صغيرة. بص السكرول فين؟ هنا بيعمل تايب كاستنج للشورت ادرس لكاركتر ادرس يجمع عليه واحد فكده بيتحرك بيه بيتحرك بالبوينتر عشان يشاور على ده. بعد كده بيعمل استريك فبيجيب اللي جوه المكان ده اللي هو 41. بعد ما بيخلص الاستريك بيجمع على الكونتنت ده واحد فبيبقى 42 اللي هو حرف البي. اظن الكلام سهل جدا، انتوا فاهمين ليه؟ يا جماعة في ايه؟ حد عنده سؤال؟ دي وسيلتي ان محدش يسأل. أقول إن الحاجة سهلة، بعد كده أقول حد عنده سؤال، الناس بتتكسف. حاجة ظريفة جدا الموضوع. حد عنده سؤال يا جماعة؟ الكلام ده مش أي قول. ممكن نفوتك بس شوية؟ ممكن تكون زي ده لو أنا بعمل لو انت خرجت بره الحيز اللي المفروض تشتغل بيه. لا بس الكود ده شغال. مش هيشتغل؟ هو انا ما بوريكش الكود عشان تعمله. انا ما بوريكش الكود ده عشان تعمله. انا بشرح بس كونسبت البوينترز عن طريق الكلام الجميل ده. هتعمل كده ليه اصلا؟ ليه هتحاول تعمل كده؟ يعني لو انت قاعد كده في حالك هتحاول تعمل حاجه زي اللي موجوده دي؟ هو بس انا بحاول ادي امثله بنقعد نجري في الميموري عشان تعرف البوينتر ارثمتك تبقى فاهمها، تبقى فاهم التايبس ايه الفرق بينهم وليه في فروقات وكده. تمام؟ المفروض اقول كده في الاول، معلش ممكن تكون الناس حاسه ان ده المفروض حاجات بتعملها بايدك يعني. هو ده بس لفهمك عشان تفهم ايه لما تبص على اكسبريشن في بوينترز ده ممكن تلاقيه في الامبيدد كتير تبقى فاهمه يعني. لا مش هيتخزن، ده اكسبريشن بيتحسب بيتحسب ويتحط في الفاريبل اللي اسمه كاركتر. احنا كده هنا عمالين بنجيب حاجة من الفاريبل اسمه شورت، بعد كده نخزن النتيجة بتاعتك في كاركتر ده مكان تاني خالص في الميموري. نرجع لحاجات سهلة شوية. فلوت ايكوال 5 على 2، ايه اللي يحصل؟ هتبقى 2 بيترانكيت الفراكشنز. تمام؟ ايه؟ فلوت؟ اللي على الشمال هو فلوت بس اللي على اليمين اسمه انتجر على انتجر، فاسمه الانتجر على انتجر
ملهاش دعوه باللي على الشمال. هنا 5 على 2، 5 ده كونستنت انتجر و2 ده كونستنت انتجر. فبيتقسموا قسم الانتجر، 7 على 2 ب 3، 5 على 2 ب 2، 4 على 2 ب 2. بغض النظر اللي على الشمال عامل ازاي، يعني انا لسه بحسب حاجه واحطها في اللي على الشمال. فانا بحسبها، لو انت فاكره في الاسمبلي بتعملي ايه؟ هتعملي الاستراكشر على اليمين الاول، بعد كده النتيجه بتاعتها هتحطيها في اللي على الشمال. فهو لسه مش عارف يحطها فين اصلا. فبيعمل الاكسبريشن نفسه الاول. فبيعمل الاكسبريشن ده اندبندنت عن نوع الحاجه اللي هيحط فيها النتيجه. تايب كاستنج في طريقتين، في الطريقه دي تكتب اسم الفاريبل وتحط الحاجه اللي انت عايز تعملها تايب كاستنج بين قوسين، وفي الطريقه الثانيه اللي انت تكتب التايب نفسه بين قوسين ويعمل تايب كاستنج للفاريبل اللي بعديه. يعني هنا الخمسه بيتعمل لها تايب كاستنج تو، وهنا الخمسه برضه بيتعمل لها تايب كاستنج تو. يعني دي كانت غالبا دي كانت السي، ودي نزلت السي بلس بلس حاجه زي كده. فاكس يعني. انا مش فاكر دي جربتها ولا لا. طيب انتجر حطيت فيه 75، حد يتخيل ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه؟ ليه؟ عشان الانتجر 4 بايت والفلوت 4 بايت. اه. كام واحد متفق؟ كام واحد مش فاهم ايه اللي هيحصل بس الاول؟ كلكم فاهمين اللي هيحصل. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ الراجل ده بيقول ان هيبقى نفس الرقم. تمام؟ هيبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ تمام. بصوا دلوقتي الانتجر لما يتحط فيه 75 ال 75 ده بما انه رقم صغير قوي فهيتحط في الليست سيجنفكت بايت. فيبقى هنا في 75 شويه 1 وزيروز والباقي ده كله صفار. تمام؟ الاكسبريشن ده بيتقال ازاي من جوه لبره؟ اند انتجر صح؟ اند انتجر بتعمل ايه؟ هتجيب الفاريبل الادرس اللي بيساوي على الاربعه بايتس دول كلهم مع بعض، ويحول الادرس ده لايه؟ لادرس بيساوي على فلوت. عمل حاجه كده؟ برضه لسه ادرس بيساوي على اربعه بايتس برضه صح؟ بعد كده عمل له استريك، الاستريك اللي على الشمال دي، فهيجيب قيمة الفلوت اللي جوه الأربعة بايتس دول صح؟ السؤال بقى، هو أنا لما أجي أكتب رقم فلوت قيمته 75 بكتبه إزاي باينري؟ حد عارف؟ أنتوا ما خدتهوش. ما خدتوش إزاي خزن الفلوت؟ يعني لو بتاعك مثلا واحد ونص تكتب إزاي باينري مش هتعرف. خدته طريقة أي كلام مش المستخدمة، اللي هو شوية حاجات تبقى كسور وشويه حاجات تبقى ارقام صحيحه ونحسبها. لا ده مش صح. اللي بيتعمل بطريقه ثانيه خالص، بيقعد يقسم الاربعه بايت دول حته مسؤوله عن مش عارف حاجه اسمها مانديسا، حاجه اسمها اكسبوننت، ويقسم ال 32 بيت دي بطريقه غريبه جدا، ويقعد يحط ارقام في حتت معينه كده لغايه لما يحسب الفراكشن اللي انت عايزه. وبالتالي لو حطيت 75 كانتجر في 4 بايت هتحط بطريقه، ولو حطيت 75 كفلوت في 4 بايت هتحط بطريقه ثانيه خالص. فالاسترك دي مش معناها بقول له روح هات الاربعه بايتس دول وخلاص وشوف قيمتهم بكام. انا دلوقتي بقول له روح هات الاربعه بايتس دول على انهم فلوت. طب يعمل ايه؟ بيبدا بقى يقول لك انا في حاجه اسمها المانتيسا بجيبها من هنا، وفي حاجه اسمها الاكسبوننت بحسبها من هنا. فيقعد يلاقي الارقام اللي شايفها صفار، فيحسب رقم فراكشن مختلف خالص عن الرقم الانتجر اللي موجود دلوقتي. هيحسب كام معرفش، بس انا عارف ان هو بيبص للاربعه بايتس بطريقه غير الانتجر خالص. فتلاقي الرقم اللي هنا، بصوا الفلوت كام؟ رقم صغير جدا في اي باور نيجاتيف 43. تمام؟ ف هدف الكلام ده ايه؟ مفيش هدف، يعني هو بس تشوفوا اللي بيحصل يعني. تمام؟ وممكن يكون ليه هدف انا ما اعرفوش، يعني هو الكلام ده كان بيتشرح في كورس ستانفورد اللي هو
بروجرامينج بارادايمز. فنفس الكلام هنا 2.5 اتحط في فلوت. فانا متخيل 2.5 ده رقم صغير قوي هيتحط ازاي؟ هتلاقيه على اليمين كده شويه ارقام على اليمين كده شويه وحاجات بصفار. بس لا مش خالص. 2.5 ده هتلاقي شويه ونط مليانه اللي تقدر تقول دي. هتلاقي واحد في كل حته. لان هو بيخزن ال 2.5 فراكشن دول بطريقه انت ما تعرفهاش. تمام؟ فاللي يحصل هنا ان انا اقول له كاني بقول له ايه؟ كاني بقى بقول له ايه؟ بقول له بص لي على 2.5 فلوت على انهم رقم باينري انتجرز. بعمل العكس دلوقتي. وهات الرقم ده. فانا متوقع برضه رقم هيكون كبير او رقم نيجاتيف. بس انا ما اعتقدش ان هو يبقى رقم نيجاتيف. ليه؟ لان في الفلوت برضه احنا متفقين مع بقيه كل الفاريبلز ان لو انا نيجاتيف على شمالي هنا ايه؟ واحد. فبما ان الفلوت نفسه كان بوستيف فانا ضامن ان الرقم ده كان كام؟ زيرو. فحتى لما ابص له على انه انتجر هشوف رقم بوستيف. انا متخيل من خبرتي ان في نص الناس مثلا او ثلاث ارباعهم فاصلين. اتمنى اكون غلطان يعني. فالانتجر هو رقم كبير والفلوت 2.5 زي ما هو. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ طب سؤال بس. قول. لو كنا عكسنا في المثال اللي فات خلينا الاول الفلوت هو اللي خد احنا مثال فاكر رقم كام؟ 2.5 2.5 برضه؟ ايه المشكلة؟ ازاي الرقم ده يعني؟ انا الاول حطيت الانتجر الاول كان 2.5 صح؟ انت قصدك لا الرقم اللي كان الانتجر كان فيه 75. لو كنت هنا بقى خليتك فلوت هو 75 وجاي لا مالهاش علاقه. بقول لك انت مش عارف فلوت عامل ازاي فانت ما تحاولش تتوقع. انا قصدي ما كانش هيطلع نفس الرقم اللي في فلوت كذا ده على اساس هو الانتجر هيلعب في الفلوت هيلعب في الرقم الكبير ده ولا هيجيبه زي ما هو؟ مش عارف. تخيل حاجه لان الفلوت بيبص للاثنين غريبين بيدي بطريقه مختلفه خالص. يعني مش هجيب الرقم اللي هو في الفلوت اللي احنا كاتبينه هنا ده غريب. ممكن يجيبه عادي. معرفش. اي حاجه ممكن تيجي مع تحسبها ليه؟ ما هو انت انا عايز اعرف اوريجن هيلعب في حاجه اللي عملها في فلوت. يعني فلوت كده هيعدل على انتجر لكن العكس بيحصل. طب بص ممكن بعد سيكشن نتكلم كلام بسيط بقى. ده تايب كاستنج حطيت 1.5 في الفلوت فبقى فيه 1.5. حطيت 1.5 دول في الانتجر فالنص راح فالانتجر بقى فيه 1. حد عنده مشاكل؟ كلام برضه نفس الستايل. هنا عملت اري صح كام؟ 9 وكام؟ 9 وكام؟ محتاجين نجري شويه. طب بصوا الحته اللي جايه دي هتاخد وقت. بس هي مهمه. طيب توكلنا على الله. الري عملنا الري فيه 2 انتجرز. بعد كده عملنا لوكال فاريبل. بعد كده قلت له لوكال فاريبل ده حط فيه 10. بعد كده حطيت في الري 1 اوف 0 اللي هو اول اليمنت في الري لوكال فاريبل في لوكال فاريبل فدي رقم كام؟ 100. بعد كده قلت له الري اوف نيجاتيف 3 بيساوي 9. ده ينفع ده؟ ينفع في السي بلس بلس وفي السي بس ما ينفعش في الجافا ولا سي شارب. تمام؟ بس مش دايما هيشتغل. لا عادي هيشتغل. لو الرقم اللي جوه الري كبير قوي لو انت الري اوف نيجاتيف 1000 مثلا ممكن يعمل مشكله انما ارقام صغيره كده هيشتغل. المشكلة بس مش ان هو هيشتغل ده كمان هيغير في اللوكال فاريبل. يعني هو الري اوف نيجاتيف 3 ده هيمشي في الميموري. هو الري اوف 0 اول مكان في الميموري صح؟ في الري. الري اوف 1 ثاني مكان، الري اوف 2 ثالث مكان، الري اوف نيجاتيف 1 المكان اللي قبل اول مكان، الري اوف نيجاتيف 3 اللي قبل قبل قبل. فانا حظي هنا ان الفاريبل نفسه اللي اسمه لوكال فاريبل ده لما اتعرف اتحط في المكان اللي قبل 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 الايه؟ الري ده. فلما قلت له اريه بيجر 3 بتساوي رقم تاني راح للوكال فاريبل وغيره. ده ممكن يحصل وانت شغال. ممكن انت تكتب كود غبي للدرجه دي. انت ما بتبقاش عارف الاري بتاعك. انت بتلوب على الاري عامه في ايه؟ فور لوب. فور لوب من اي 0 لاي اقل من كذا وتعمل عليها حاجه معينه. اقل من كذا دي ممكن تلاقيها بتتغير مع الوقت. انت ممكن الاري بتاعك تغير السايز بتاعه تضيف اليمنت جديد عليه حاجات معينه كده تعملها فتلاقي نفسك بتلف يا اما على الاقل يعني اقل من السايز بتاعك يا اما غلطت
وكبرت السايز بتاعك شويه فبقيت تمشي بعد الاري بشويه. السي بلس بلس هيرحب بيك، هو عارف ان انت راجل برنس وبروجرامر شاطر وفاهم انت بتعمل ايه فهيسيبك. بس انت ممكن ساعتها تعمل ايه بقى؟ تعدل في لوكال فاريبل تاني. المشاكل دي في الديباجنج سخيفه جدا. ليه؟ لان انا عندي فاريبل اسمه اكس لقيته اتغير وعايز ديباج هو بيتغير فين؟ بس انا ما بغيروش، يعني بصيت على كل الحاجات اللي الاكس بيتغير فيها مش لاقيها. وانا مغيره فين بقى؟ في فور لوب في اري. تمام؟ فالميموري مانجمنت مهمه في حاجه زي كده يعني. المفروض البروفايلرز هتقول لنا حاجه زي كده، تقول لنا ان ده غلطه، في غلطه هنا. هتنبهنا ان في غلطه هنا حصلت، ايه؟ ما انا زيرو ده انا بعدل في اري نفسه. نيجاتيف 3 ما عدلش في اري نفسه، انا حاجز 8 بايتس وبعدل في حته جنبهم كده، مش هما في الميموري موجودين؟ يعني ايه اري اوف زيرو؟ هو بيروح عند مكان الاري ويعدل في اول حته كده يشوفها. اري اوف 1 ما انت عملتي اوفر رايت فعلا. على اللوكال فاريبل، يعني بص هنا اللوكال فاريبل فيه كام؟ 10 المفروض صح؟ ايه الرقم اللي طلع كده اللوكال فاريبل؟ اللوكال فاريبل طبعا 9. ده قيمة اللوكال فاريبل 9. اتغيرت نتيجة الأرياف نيجاتيف 3. انا عرفتها مع نفسي، يعني قعدت اشوف في الادرس بتاعها ايه و يعني انا احسبها، ما اتوقعش حاجه زي كده ما اجيبهاش. هنقف هنا يا جماعه ونروح للبروفايلرز نخلص منها حته ونرجع تاني نكمل البوينت. هنتكلم على البروفايلرز وهنتكلم على تحديدا الجي بروف بروفايلر، هنشوف ازاي بنشتغل عليه وهنتكلم على عيوبه وبعد كده نتكلم على فالجريند. يعني هنتكلم على نوعين من البروفايلرز، جي بروف وفالجريند. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الكود اوبتمايزيشن بارادايمز. اصلا ان انا بفكر في الكود اوبتمايزيشن بفكر في طرق من طرق كتيره، يعني احنا طرق كتير كان منهم الحاجات دي. اول ثلاث حاجات قلنا ان هم مالوش علاقه بالتجارب، هتاخدوها انتم على نفسكم يعني. الداتا ستراكشر دي تاخدوها الترم الثاني في ماده. الجي بي يو مش تاخدوها، هتذاكروها على نفسكم لو حد هيذاكرها او هتشتغلوا مشروع تخرج فيه بيها فهتتعلموها. فانت لو عايز تتعلم جي بي يو هتتعلمه على نفسك. تالت حاجة انك تبورت الالجوريزم بتاعك على اف بي جي، وده اللي هيشتغل في ديجيتال ديزاين هيبقى بيعمله. التجربة التانية اللي هي اوبن ام بي واي بي اكس هنتكلم عليها، هتتكلم في موضوع ان انا ازاي استخدم مزايا السي بي يو الزيادة اللي انا ما اعرفهاش في ان انا اسرع البرنامج بتاعي، وازاي استخدم المالتي كور في ان انا اسرع البرنامج بتاعي. الجي ان يو اكسبيرمنت اللي هي بنتكلم عليها المرة دي والمرة اللي فاتت بتتكلم على الكومبايلر اوبتمايزيشن، افهم ازاي الكومبايلر بيحول الكود بتاعي الماشين كود وبيعمل ايه في النص عشان يسرع الكود بتاعي. تاني حاجه البروفايلرز اللي بتساعدني ان انا ازاي ابص على الكود بصه مختلفه عن الديباجنج، وهنشوف دلوقتي ايه البصات دي. النهارده هنتكلم على البروفايلرز بس الجي ان يو. المفروض ان احنا المره اللي فاتت كان في كومنت كده لما بنشغل برنامج ممكن نكتب قبل اسم البرنامج تايم. فلو انا في الكونسول كده دلوقتي مع التيرمينال بكتب كلمه تايم سبيس دوت سلاش اسم البرنامج بتاعي. لما شغل المفروض ان ده لوحده يشغل البرنامج، دوت سلاش اسم البرنامج يشغل البرنامج، ده يشغل البرنامج ويقيس التايم بتاعه. ليه ده مش كفايه؟ ليه الامر ده مش كفايه عشان اقيس التايم بتاع البرنامج واشوفه بطيء ولا مش بطيء، واشوفه محتاج تحسين ولا مش محتاج تحسين؟ عشان ده بيقيس التايم بتاع كل حاجه. برنامج اشتغل وعمل برنت والكلام ده كله بيقيس كل حاجه. ده انا ما يفيدنيش بحاجه، ما انا عارف ان هو بطيء، ما انا شغلته حسيت ان هو بطيء. اللي يفيدني ايه؟ ان هو يقول لي ان الفانكشن دي اللي محتاجه تحسين. عشان بدل ما انا عندي برنامج فيه 20 فايل عمال بعدل في الفايلات دي كلها وادور على ايه اللي يتحسن فيه، لا يقول لي ان الفانكشن في الفايل الفلاني في السطر الفلاني محتاجه تحسين. فقلنا ان البروفايلرز بتجاوبنا على ثلاث اسئله مهمين. اول حاجه لو انا البرنامج بتاعي بياخد ميموري كتير قوي، فهو ليه بياخد ميموري كتير قوي؟ وانهي حتت اللي بتستهلك ميموري كتير؟ ثاني حاجه انهي فانكشنز بتاخد وقت كتير؟ ثالث حاجه الكاش يوسج، هل انا بستخدم الكاش بشكل كويس ولا لا؟ الكاش يوسج دي حاجه مش بسيطه.
فدي ميزه رهيبه في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فيبقى ازمتك انت في البروفايلرز مش ان البرنامج ما بيشتغلش، ازمتك في البروفايلرز ان البرنامج بتاعك شغال زي الفل، الناس ما بتشتكيش منه، بس هو يا اما بطيء يا اما ممكن يكراش بعد شويه. يعني هو شغال حاليا بالحظ، فعلا بالحظ، يعني في كيسز كتيره ممكن يشتغل فيها وفي كيس قليل واحده مثلا ممكن يكراش فيها، فانت مش عارف حسابك على الكيس دي. الحته دي ممكن تتسلوا فيها في دي حته نظري من التجربه نفسها، ممكن تتسلوا فيها في اخر السنه في الشفوي كده. بيقسموا البروفايلز لنوعين بروفايلز، البروفايلز هم بيعملوا بروفايلنج للكود، هم بيقيسوا قد ايه الكود افشنت وكده، بيعملوا الكلام ده بطريقتين. في حاجه اسمها انفازيف بروفايلز ودي حاجه اسمها نون انفازيف بروفايلز. الانفازيف بروفايلر ده كانه بيعمل عمليه جراحيه في الكود بتاعك عشان يعرف يعمل بروفايلنج. فبيعمل كده ازاي؟ بياخد الكود وهو بيحوله للاسمبلي بيبدا يحط حاجه اسمها انسترومنتيشن كود، انسترومنتيشن كود تخليه وهو شغال يسيف داتا ليها علاقه بالبروفايلنج. مثلا يكتب كود في اول الفانكشن يطبع ان الفانكشن اشتغلت، وكود في اخر الفانكشن يطبع ان الفانكشن خلصت، والوقت بين بدايه الفانكشن لنهايه الفانكشن كان قد كذا. تمام؟ فيبقى البروفايلر ده كانه بيزود كود على الكود بتاعك، وكود كتير جدا. وبالتالي انت متخيل ان البروفايلر ده هيبقى بيكونسيوم تايم كبير اثناء التشغيل. تمام؟ النوع الثاني اللي هو النون انفازيف اللي هو الثاني ده بيقول لك لا انا مش هعمل كده، انا هيبقى عندي حاجه اسمها سامبلنج تايم. وقت كده معين كل ما الوقت ده يعدي هبص على البرنامج بتاعك. اشوفه شغال في انهي فانكشن دلوقتي. اعرف ارجع اسجل عنه. بعد شويه ادخل ابص على البرنامج شغال فين دلوقتي وارجع اسجل واخش ابص وهكذا. تمام؟ وبالتالي الراجل ده ما بيزودش كود عندك، هو بيزود كود جنبك شغال بيراقب البرنامج بتاعك وهو شغال. تمام؟ ولو السامبلنج ده في فانكشن معينه ما لقاهاش، فانكشن سريعه قوي، فكل لما يدخل ما يلاقيهاش يقول لك الفانكشن دي ما اتنفذتش خالص، مع انها اتنفذت وممكن تكون اتنفذت كتير جدا كتير جدا، بس هو مش واخد باله. هو كل لما يبص على البرنامج يعمل سناب شوت للبرنامج ما يلاقيهاش، ما يلاقيهاش شغاله، فهو قال لك دي مش شغاله اصلا، بس انت عارف ان هي مش شغاله، بس انت عارف ان ده عيب من عيوبه بقى، فتبقى بتتعامل معاه وانت واخد بالك من البوينت دي. الجي بروف ده نون انفازيف بروفايلر، يعني ايه؟ يعني بيراقب الكود بتاعك وهو شغال ويبدا يطلع معلومات عنه. عشان اشغل الجي بروف بعمل ايه؟ بكمبايل الكود بتاعي. غلطة دي هو نون انفازيف. تمام؟ اول خطوه بعملها بكومبايل الكود بتاعي. حد فاكر الامر بتاع الكومبايليشن عامل ازاي؟ جي سي سي. بكتب ايه عشان اكومبايل؟ جي سي سي. جي سي سي اسم الكود داش او اسم الاوتبوت فايل. عشان اخلي الجي بروف يشتغل بزود فلاج اسمه داش بي جي. تمام؟ ده اللي هو ويست بروفايلنج انيبل، ده اللي هو الشرط ده. داش بي جي ده وهو شغال غالبا بيبدا يحط بيعمل الكود اللي هيراقب البروفايل بتاعه. تمام؟ او انا مش متاكد بالظبط يعمل ايه، بس داش بي جي ده بيتضاف عشان الجي بروف يشتغل. بعد كده بتنفذ البرنامج بتاعك، بتقول دوت سلاش اسم البرنامج. بعد ما تخلص بتقوم جاي عامل جي بروف سبيس اسم البرنامج. الخطوات دي كده اهي، جي سي داش بي جي سورس دوت سي داش او ماي بروجرام. تمام؟ بعد كده بنفذ البرنامج في خطوه ثانيه اللي هو دوت سلاش ماي بروجرام، فكده البرنامج هيتنفذ ويشتغل. بعد كده بقول للجي بروف بقى البرنامج اشتغل اهو، عيش بقى. فبقول له جي بروف ماي بروجرام. المفروض لما البرنامج يشتغل وانت عامل داش بي جي في الكومبايلنج وهو شغال بيطلع اوتبوت فايل معين كده للبروفايل على جنب الاكسكيوتبل. تاني كده اول خطوه بكومبايل الكود بقول له خلي بالك انا ناوي بروفايل، فهو بيظبط حاجه تشتغل في بروفايل الكود مع هو شغال. بعد كده بشغل الكود، تشغيل الكود ده بيعمل حاجتين، بقول له اشتغل وبروفايل نفسك وطلع الاوتبوت بتاعك في فايل معين. فبيبقى فيه الاكسكيوتر بيشتغل خلاص وينفذ البرنامج ويطلع فايل على جنب كده فيه البروفايلنج اللي حصل. عايز اقرا البروفايلنج ده بعمل ايه؟ بقراه عن طريق الجي بروف، بقول للجي بروف اشتغل
على البرنامج ده وشوف البروفايلنج داتا اللي طلعت اقراها لي وريها لي. مأساه صح؟ يعني هو الكلام يعني هيبقى تقروا الانستراكشنز بس تحفظوه يعني. تقروا الانستراكشنز وتعملوه. الجي بروف بيعمل بيطلع نوعين من البروفايلنج، حاجه اسمها فلات بروفايل. الفلات بروفايل ده مهتم بالفانكشنز نفسها. الفانكشن اتنفذت كام مره؟ خدت وقت قد ايه؟ الكول جراف ده بروفايلنج تيبل تاني بيطلع بيتكلم في كل فانكشن اتنفذت كام مره؟ وندهت غيرها كام مره؟ فهو بيجيب الانتراكشن بين الفانكشنز وبعضها. الفلات بروفايل بيبقى شكله عامل كده. كل لاين من دول ماله؟ فانكشن من الفانكشنز اللي عندك في البرنامج. ففي الكود ده كان بينفذ الفيبوناتشي، عارفين ايه فيبوناتشي؟ فيبوناتشي سيريز اللي هي 1 1 2 3 5 8 تقعد تجمع اخر رقمين تجيب الرقم اللي بعده، اخر رقمين تجيب الرقم اللي بعده، سيريز من السيريز يعني. فهو البرنامج ده بيقول لك هات لي الرقم 32 اللي هو اللي هيجي في السيريز رقم 32. فالبرنامج ده يعني بغض النظر هو تفاصيل البرنامج نفسه عامله ازاي، هو فيه تو فانكشنز، في الاد والفيبوناتشي. فهنمشي خطوه خطوه نفهم شكل التيبل ده بيفهمنا ايه. في اول واحد باين قوي، التايم ده باين صح؟ التايم ده بيعمل ايه؟ بيقول لك والله التايم بتاع البرنامج بتاعك 69% منه كان في الفانكشن اسمها اد دي. دي معلومه مفيده ولا لا؟ انا عرفت كده ان 70% من الوقت البرنامج بتاعي شغال في الفانكشن دي. تمام؟ 21% في الفيبوناتشي. المهم وهكذا. ناخدهم واحده واحده. فالسلايد دي تبقى مرجع ليكم كويس. التايم هو ده البرسنتج بتاع التايم بتاع الاكسكيوشن بتاع البرنامج جوه كل فانكشن. هو بيرتبهم اصلا على حسب اكتر واحده خدت وقت. وبالتالي انا لما اشغل جي بروف الفانكشنز اللي في الاول دي هي اهم حاجه بالنسبه لي ابص عليها. المفروض ان فانكشن دي بتعمل ايه يا جماعه؟ تجمع رقمين. هي دي بلس. بس احنا في التجربه عاملين كود غبي يجمع رقمين. بيقعد يعمل حسابات، عندي رقمين عايز اجمعهم. فاجيب ريميندر ده على ريميندر ده واجيب مش عارف ايه واقعد اعمل حوارات كده واقسم واضرب عشان اجمع الرقمين دول. فانا بعمل حاجه غبيه عشان اعمل ايه؟ عشان لما بروفايل الكود يقول لي ان الاد دي فيها مشكله. فارجع للاد اقول ايه ده؟ انا بجمع رقمين يا جماعه، اشيل الكود ده كله A بلس B وخلاص. فتلاقي البروفايلنج ده اتغيرت خالص. فتقول ايه؟ ان انت كده برنس. بس التاني كولوم برضو نفس الكلام. اول واحد ده بيقول لك التايم اللي خدته الفانكشن اسمها اد. تاني سطر بيقول لك الفانكشن اللي خدته اد والفانكشن اللي بعدها يعني هو بيأكيوميليت. تمام؟ ده بيقول لك الفانكشن دي خدت وقت قد ايه بالظبط؟ لان الفانكشن اللي فوق خدت 0.38 سكند وهكذا والكلام ده كله. ده عدد الكولز. الفانكشن اسمها ابتدت كام مره؟ كتير. والفانكشن اسمها فيبوناتشي ابتدت مره واحده بس. تمام؟ دي ناسي هي ايه؟ نقراها كده. ده اللي هو كل فانكشن الكل واحده منها خدت وقت قد ايه؟ فانا كده الفيبوناتشي خدت 115.6 ملي سكند اللي هي بالظبط 12.12 من السكند. تمام؟ فاهمين معايا ولا ايه؟ ده مهم. هو بس الفكره ان هو هنا بيقيس الملي سكند. فالاد واخد وقت قليل قوي ان هو يتكتب بالاكيرسي اللي هو كاتبها دي. يعني هو ممكن تبقى ايه 0000002 مثلا. هي عشان اتنفذت كتير قوي. بصي اتنفذت كام مره؟ فعدد الكورس دي بيتضرب في الملي سكندز اللي هي الصغيره دي فبيطلعوا في اخر رقم كبير. فهي بتقول هنا ان ازاي الاد دي زيرو وفي الاخر انا بقول لك ان الاد دي واخده اغلب وقت البرنامج. هي مش زيرو، هو رقم صغير بس بيتضرب في عدد الكورس بتاعتها يطلع رقم كبير شويه. تمام؟ هنا المفروض ان ده بيجيب لك بقى الفانكشن والفانكشنز اللي نديتها. بمعنى الفيبوناتشي هي نديت الاد، الفيبوناتشي هي نديت بقيه البرنامج.
اللي هي واخده التايم بتاع نفسها والتايم بتاع الاب. كل الاب هو تبقى بالظبط كده. فالاب نفسها ما لهتش حد، الاب بتخلص وتخرج فما بتندهش حد يتحسب لها. قول ايه التايم مش 100% يعني 10%؟ ده سؤال جميل. معرفش هو وانت بتقرا زي بروف هيقول لك ان الارقام دي ما بتجيبهاش 100%، بس ما قالش ليه. تمام. هو السؤال الظريف هو ايه فريم دامي ده؟ تمام. انا عملت سيرش عليها امبارح مش عارفها. طلعت فانكشن ليها علاقه باللينكس ستارت اب، يعني لما اجي اشغل اي برنامج في لينكس مش بيلود البرنامج ويعمل حوارات وبتاع، ففي احدى الفانكشنز اللي بتشتغل حاجه اسمها فريم دامي، فاللي بينده الفانكشن دي السيستم. تمام. ما اعرفش هو حاططها في البروفايلنج ليه، بس زي ما انت شايف هو سايب شويه حاجات مش كاتبها عنها اللي هي ما لهاش علاقه بالبرنامج بتاعك اصلا. تمام. التيبل ده سخيف شويه. ده اللي هو الكول جراف بقى، بيوضح معلومه ثانيه عن الفانكشنز اللي هي الانتراكشنز، مين بينده مين، مين بينده مين قد ايه، وهكذا. تمام. الكلام واضح ولا مش حد شايف الكلام؟ طب هو ازاي؟ طيب تمام جميل كده. طيب هنا هو هتلاقيه عامل سيكتور لكل فانكشن. تمام. سيكتور عن سيكتور مفصول بالدوت لاين ده. فاللاين ده الاندكس اللي هنا ده الفانكشن بتاعته. بمعنى يعني كل سيكتور هتلاقي فيه اندكس مكتوب 1 2 3 4، تمشي مع الواحد ده لغايه الاخر تلاقي اسمه فانكشن، فتعرف هو السيكتور ده تاني فانكشن. فهنا لو مشينا مع الواحد ده لغايه الاخر كده هنلاقي المين. هو هنا بينده بيتكلم عن مين. تمام. الفانكشن بيبقى تحتها الفانكشنز اللي بتندهها، وفوقيها الفانكشنز اللي بتنده الفانكشن دي، يعني فوقيها البيرنتس بتاعتها وتحتها التشيلدرن. اي فانكشن انا ندهتها دي التشيلدرن بتاعتي، اي فانكشن ندهتني دي بيرنت لي. تمام. فالمين ما ندهتش غير فيبوناتشي. انا يا عم فيبوناتشي انا عايز الرقم اللي في السيريز عندك رقم 32، عشان كده البين مش تحتها غير الفيبوناتشي فانكشن. الفيبوناتشي بقى اللي هو تاني سيكتور ده فوقيه المين وفوقيه فيبوناتشي وتحتيه فيبوناتشي وتحتيه المين اللي تحتيه اد. يبقى هو بينده الاد وبينده فيبوناتشي. ازاي الفانكشن تنده نفسها؟ تبقى ريكيرسيف فانكشن. في فانكشن اسمها ريكيرسيف اللي هي بتنده نفسها. في فانكشنز كتيره بطبيعتها ممكن احلها بان انا ابسطها. بمعنى لو قلت لك فاكتوريال 5 هو ايه؟ هو 5 فاكتوريال 4 صح؟ فاكتوريال 4 هو 4 فاكتوريال 3، فكأني بقول لك انا ممكن اعرف فاكتوريال الرقم بفاكتوريال الرقم اصغر منه صح؟ فكأني فانكشن اللي اسمها فاكتوريال دين ده فاكتوريال تاني صح؟ ده كده بيسموه ريكيرجن. كان المفروض نشرحه قبل الحته دي بس عادي يعني انتوا هتاولوا هتفهموها بعدين. فهنا نمشي بقى يعني لاين لاين. هنا المفروض كل لاين ليه فهم مختلف. يعني الكولوم اللي اسمه تايم ده مش كله بيتفهم بنفس الطريقه. لو انا المين فانكشن هفهمه بطريقه، لو انا البيرنت هفهمه بطريقه ثانيه، لو انا التشيلدرن هفهمه بطريقه ثالثه. تمام؟ فلو احنا بصينا على التفريعه دي كده يبقى انا كده بتكلم على اي فانكشن بالخط الاحمر المجمع ده؟ فانكشن فيبوناتشي. وانا حاليا بتكلم على الكولوم بتاع التايم. ماشي يا جماعه؟ الرقم اللي هو تقاطع المفصلين دول هو عباره عن ايه؟ التايم اللي قضيته جوه الفيبوناتشي مع التشيلدرن بتوعهم. يعني انا دخلت فيبوناتشي كده وهي نزلت ناس بقى وقعدت تنده وبتاع، التايم بقى كله ده قد ايه؟ هو ده البرسنتج اللي هنا دي. تمام؟ وهنا برضه بيقعد بيقول لك ان التايم لو عملت له اكيوميليشن مش هيقاد ل 100%، عشان انا هنا بقيس كل فانكشن بننده مين.
فالمين نزل فيبوناتشي فاتحسبت الفيبوناتشي معايا او الفيبوناتشي نزلت الايه فاهمين قصدي؟ في يعني في تكرار في في القياس يعني. سيلف ده معناه ايه؟ انا قضيت وقت قد ايه فيا بالظبط. تمام؟ تشيلدرن ايه الفرق بين سيلف وتشيلدرن؟ سيلف انا كفيبوناتشي خدت وقت قد ايه؟ تشيلدرن الناس اللي انا نهتهم خدوا وقت قد ايه؟ اللي مش فيبوناتشي. كلام ممل جدا انا عارف. ايه الاخبار؟ حاسين بيه صح؟ ايه؟ وعشان انا بدات استعجل شويه. هو دكتور حسين بيتاخر؟ متاخرش؟ طيب ال ما هي تايهه ما انت هتلاقي في 19 سلايد جايه. ايه الحل يا جماعه؟ ايه؟ 2% لا لا بص ال 98 دي انا اتنفذت في قد ايه وكل اللي انا نهتهم اتنفذوا قد ايه؟ لا لا ما هي المين ندهت الفيبراتش صح؟ بس المين ما فيهاش اي حاجه اصلا فهي ما خدتش وقت مع نفسها. تمام. فالتايم بتاعها هو هو التايم بتاع الفيبوناتشي. المين ما جواش كود اصلا هي المين بتعمل ايه؟ بتقول له هات لي فيبوناتشي بتاع الرقم. ده 50 مللي سكند مالوش علاقه بالنسبه. 50 مللي سكند توتال. انا ممكن اكون خدت 50 مللي سكند. لا لا. ها يا جماعه ايه؟ اللي هي قبل الشكل ده اصلا هي احنا اصلا في نفس الشكل يعني هو التيبل هو انا هقعد اتكلم فيه كده فهو التيبل ده بيعمل ايه؟ بيوريكي كل فانكشن اللي فوقيها بدهتها واللي تحتيها هي بدهتها فلو انا واقف عند الفيبوناتشي دلوقتي كده فاللي فوقيها ده بدهتها اللي هو المين والفيبوناتشي ريكيرس فانكشن عباره عن ايه؟ فدي في النص انا هنترم اد بتاع فيبوناتشي اكس ماينس 1 فيبوناتشي اكس ماينس 2 فهي جواها بتنده فانكشن اسمها اد وبتنده 2 فيبوناتشي تمام؟ فدي كده ريكيرس فانكشن هي بتنده نفسها احنا عايزين بس يعني ايه كده كده مستحيل تفهموا الكلام ده بس جروب احنا بس هنعدي عليك عدايه سريعه كده ومعاكم السلايدز دي تبقى تعرفوا منها اللي انتوا عايزينه تمام؟ فاول تايم ده بيقول لك البرنامج ده لما اشتغل ككل الفانكشن اللي اسمها في البلاتش دي والتشيلدرن بتوعها اللي هم من اول ما دخلت فيها لغايه لما حركت منها يعني انا دخلت هنا قعدت انت نفسها وانت نفسها لغايه لما خلصت كله ورجعت تاني خدت 98% من وقت البرنامج. طب المين؟ المين لما دخلتها ونزلت الفيبوناتشي برضه نفس الكلام خدت 98%. الفرق بين 98 و 98 ده مفيش صح؟ فده يوحي ان المين ملهاش لازمه. المين ككود مفيش كود في المين خاص واخد وقت. كل الكود اللي في المين واخد وقت هو الفيبوناتشي. تمام؟ السيلف ده بيقول هو الفيبوناتشي نفسها ككود خد وقت قد ايه؟ من غير اللي بتندفع اللي هو الحته اللي جت هنا دي ودول كمان مقصودين معايا ايه الاد بقى؟ يبقى انا كده بحسب بفصل اثنين بفصل انا شخصيا اتنفذت وقت قد ايه والشيلدرن بتوعي اتنفذوا وقت قد ايه يبقى كده الاد هي اللي واخده 38 مللي من الفاكهه تمام؟ طيب الرقم اللي على اليمين ده بقى اللي هو واحد بلس الرقم الكبير ده الواحد ده الفيبوناتشي دي اتنهت من بره قد ايه؟ الرقم الكبير جدا اللي بعدها ده فيبوناتشي دي اتنهت قد ايه من نفسها؟ ريكيرسيف تمام؟ فهنا عشان انا الفيبوناتشي اتنهت قد كام مره؟ طيب نعدي كده سريعا على الارقام دي فكده ده السيلف اللي احنا سائلينه الوقت اللي انا خدته مع نفسي الوقت اللي التشيلدرن بتاعي خدوه
1 بلس 1 ده انا نقلت كام مره من حد برايا. الرقم اللي جنبي ده انا نقلت نفسي كام مره ريكيرسيف. تمام. طيب ده كده بالنسبه لان انا لو انا واقف على اللاين اللي فيه الاندكس. طب لو انا عند لاين تاني الحاجات دي تختلف بقى معناها. لو انا مثلا بيرنت، فلو انا بيرنت بتقول السيرف ده الوقت اللي اتحسب لي من الشيلدرن بتاعي. تمام. بمعنى انا مين اهو، انا مين واقف بتكلم على فيبوناتشي وعلاقتها بيا. فهنا بقول انا التايم اللي اتحسب لي كتوتال منه 12 من 100 من السكند جاي من الفيبوناتشي لوحدها، ومنه 38 من 100 من السكند جاي من الفانكشنز اللي الفيبوناتشي ادهيتها. هتلاقي المعلومات ايه يعني، طب ما تنجز، طب ما انت قلت المعلومه دي قبل كده، بس ما اعرفش هو مزود تفاصيل كده ليه يعني. تمام. هنا المين اتضلت مره وهي اللي نفسها ايه، اتضلت مره معلش دي هقراها من تحت. الواحد اللي على الشمال ده المين ندهت الفانكشن الفيبوناتشي دي كام مره، الواحد اللي على اليمين ده فيبوناتشي اصلا ندهت من بره كام مره. فلو انا عندي تو فانكشنز بيندهوا فيبوناتشي هيبقى المين واخده واحد على اثنين والفانكشن الثانيه واخده واحد على اثنين، بس انا المين بس هي اللي ندهت فيبوناتشي فهي واحد واحد. تمام. طب لو انا تشيلدرن التايم اللي انا واقف عليه ده هو التايم اللي انا عملت له اكيوميليشن عند البيرنت بتاعي، يعني اد كونتريبيوتد ب 38 من 100 من السكند لل فيبوناتشي فانكشن. صح كده؟ معلش يا جماعه معلش. ده بقى الوقت اللي التشيلدرن بتوع اد عملوا لها كونتريبيوشن ليها شخصيه. اد ما بتندهش حد وبالتالي ما فيش حد عمل لها كونتريبيوشن. تمام؟ كلام بسيط. معلش معلش. اد اهي ده ايه ده؟ بقول هو البيرنت بتاعي ده ندهني كام مره؟ البيرنت دي ندهني كام مره؟ الرقم اللي على الشمال. انا ندهت كام مره؟ الرقم اللي على اليمين. فمفيش غيري، مفيش غير في بلاش ندهني. انا موجود جوه في بلاش مفيش حد بيدهني غيري. تمام؟ ايه سبونتينيوس برضه؟ لو انا ما اعرفش البيرنت بتاع فانكشن معينه بقى هو بيعملها سبونتينيوس. فالمين ما يعرفش مين اللي ندهها ما اعرفش. الفريم دامي ده اللي هو بينيشاليز البروسيس مين اللي ندهه؟ حاجه ما اعرفهاش برضه. تمام. فالسبونتينيوس دي ما لهاش اي تفاصيل فابقى اكس لها يعني. تمام. الجي بروف ده نون انفيزيف بروفايل وبالتالي هو معتمد على الساندلنج. اللي هو انهي واحد؟ ده؟ ده؟ قولي لي ان الاحمر اللي هو ده تمام. انا اصلا المره بتبين لي الاربعه دي الفيبوناتشي ده كام مره؟ بس هو هنا مش بيبين الريكيرشن. بصي مش الفيبوناتشي دي تشيلدرن الفيبوناتشي هو الرقم المكتوب هنا ده كده اتنهت كام مره؟ فهي فيبوناتشي ابتدت من الفيبوناتشي الاصليه الرقم ده. شو الرقم ده هو الرقم ده. بصي انا الماوس مش باين. بص تحت الاحمر ده 4 8 3 5 ده عدد المرات اللي فيبوناتشي ابتدت فيه. طب فوق الاحمر على اليمين اللي على اليمين بلس مفيش غير بلس واحده اللي فوق الكلام الاحمر على طول الرقم اللي عينها هو هو. تمام. فعشان كده بقول لك التكرار ده مش عارف ايه فايدته يعني. ممكن لو الفانكشن لو الكود صحيح شويه يبدا يبان فروقات بين الارقام اللي موجوده دي. تمام. بس هو هنا بس الميزه في جي بروف ايه؟ ان هو جاب لك معلومات تعرف تجيبها. انت صعب جدا تعرف الفانكشن ده كام مره. والفانكشن ده كام مره تديك احساس هو الكود بتاعك فيه حاجه غلط ولا لا. يعني مثلا انا قلت لكم الفيبوناتشي دي بتعمل ايه؟ بتجيب الفيبوناتشي رقم 32. حد متخيل ان انا محتاج انفذ حاجه 2 مليون 24 مليون مره عشان اجيب الرقم 32؟ انا هحسبها بايدي احسن صح؟ ايه اللي محتاج انفذه 32 مره؟ فاكيد 24 مليون مره عشان اعمل الفيبوناتشي ده.
اكيد في حاجه غلط في الكود، والكود ده غبي يعني. اخر بقى حاجه تجيب لي فيبوناتشي هو الكود اللي احنا عاملينه في الحته اللي شغاله في التمرين. كود غبي غبي يعني، بطيء وبيكرر نفسه وبيعمل حاجات غريبه جدا، فهو مناسب للبروفايلنج يعني. قول مين بيتكلم؟ من على الاقل هو اللي غبي الكوب بتاع اد غبي في تنفيذ الاد. الكوب بتاع فيبوناتشي غبي في تنفيذ الفيبوناتشي برضه، بس هو مش البروفايلنج. لا مره واحده دي النين ريت مين اكسترنال ده هي ريت نفسها حاجه 40 مليون مره. ليه؟ هتلاقوا على فكره الرقم الحاجه 40 ده ضعف الرقم الحاجه 20. انا كل مره بنده في فيبوناتشي بنده الاد مره وبنده في فيبوناتشي مرتين، فلو الاد حاجه 20 مليون فتلاقي فيبوناتشي ضعفها. تمام. دلوقتي احنا عندنا تو اوبشنز، نبدا في الفالجرنت او نكمل البوينتر او نروح صح؟ اصل خلي بالك انا عامل حسابي ان انتوا خلاص خدتوا الكلام ده فهتقولوا لي في المعمل شخص شرير شويه. يعني انتوا فاهمين بقى؟ دراسه مطبق وجاي لكم بدري وقاعد الخمسه كمان فاضي. هطلع اقوى عليكم في المعمل ان شاء الله يعني. نعمل ايه؟ غير ان احنا نروح. مش اوبشن الموضوع ترويح. بوينترز. نرجع للبوينترز؟ كم واحد نرجع للبوينترز؟ كان واحد نكمل فالجرنت. ممل صح؟ موضوع البروفايلنج ده ممل. طيب. هنا فراكشن ده مين ده؟ مين فراكشن ده؟ فراكشن ده ستراكشر. حد عارف يعني ايه ستراكت؟ كان واحد عارف يعني ايه ستراكت؟ طيب. الستراكت ده كونتينر. كونتينر بمعنى ايه؟ انا بقول انا عايز هعمل حاجه فاريبل جديد اسمه فراكشن. نوع طيب جديد اسمه فراكشن. زي ايه؟ زي الانتجر والفلوت والضرب. تمام؟ الفاريبل او التايب ده جواه حاجتين انتجر، واحد فيهم اسمه نم واحد اسمه دي نم. تمام؟ الحبه دول كده انا قلت حكيت للسي بلس بلس عن الموضوع، بمعنى قلت للسي بلس بلس عارف الانتجر والفلوت والدبل؟ قال لي اه. قلت له بقى في حاجه اسمها فراكشن. حاجه زي كلاستر بس انا مش عايز اقول كلمه كلاستر الناس ما تقولش ده صعب قوي مش هيفهموا يعني. الموضوع بسيط. فانا كده بالاربع سطور دولت السي بلس بلس بقى فاهم ان في حاجه اسمها فراكشن. فانا ممكن اجي اقول له ايه؟ اقول له فراكشن اكس زي ما كنت بعمل انتجر اكس صح؟ ويفهم عادي. هيفهم ايه؟ هيفهم ان اكس ده بقى فاريبل جواه حاجه اسمها نوم وجواه حاجه اسمها دي نوم. ازاي يعني جواه يعني؟ الاكس الانتجر ما كانش جواه حاجه. ازاي ده يبقى جواه كده؟ لو قلت له اكس دوت نم ايكوال 10 يبقى الفاريبل اللي اسمه اكس لنوع فراكشن النم بتاعه بقى ب 10. تمام؟ وكل فراكشن بيتعرف بالطريقه دي ليه نم ودي نم مختلفين. فبقى كاني مجمع تو فاريبلز اسمهم نم ودي نم في حاجه اسمها فراكشن. بدل ما اعرف كل واحد فيهم لوحده بقيت اعرفهم مع الفراكشن. ليه اعمل حاجه زي كده؟ عشان ساعات وانت شغال في البرنامج بتاعك انت محتاج تعرف حاجات ريليتد لبعض، طالب مثلا. فانت معرف طالب ده ليه اسم وليه سن وليه اي دي وليه مواد بياخدها، فكل دول مرتبطين بالطالب صح؟ فايه الفايده ان انا اعرف الاسم لوحده والسن لوحده ومش عارف وبقى وكل واحد من دول انا عايز تراك بقى هو ده بتاع محمد وده بتاع احمد والايدج اللي هناك ده بتاع سمير. لا ليه؟ ما اخليهم كلهم جوه حاجه اسمها اكس. واكس دوت نيم اس ايكوال عمر، واكس دوت ايج ايكوال سني، واكس دوت سنته الدراسيه ايكوال ثالثه. تمام؟ بس بقوا كلهم كونتيند جوه اللي اسمها اكس دي. فانا كده كاني بريح نفسي وبجروب حاجات ريليتد لبعض جوه فاريبل واحد. بس لو حد مش فاهم كلامي هنكتفي بس ان فراكشن ده جواه نم ودي نم، واكس دلوقتي ده جواه نم ودي نم. تمام؟ فلما اعرف اكس كده يجي في الميموري يحجز له قد ايه اكس ده؟ اكس ده عباره عن تو انتجرز حجمه 8 بايتس. فده اسمه نم وده اسمه دي نم.
تمام؟ لو قلت اكس كوما واي نفس الكلام، هيبقى في هنا برضه حاجه اسمها واي ليها نم وليها دي نم، تمام؟ ايه السطر ده؟ فراكشن استريك فراكشن بوينتر ايكوال نيو فراكشن. انتوا عارفين الريز ما ينفعش اعرف الري بحجم متغير، يعني ما ينفعش اقول له اعمل لي الري 10 اليمنتس، اعمل لي الري 5 يعني الري اكس اليمنت. ما اعرفش اعمل حاجه زي كده ليه؟ عشان السي بلس بلس لازم يبقى قدامه السايز بتاع الري وهو بيشتغل، وهو بيشتغل برنامج، تمام؟ او لازم يعرف رقم الرقم ده قد ايه، تمام؟ ليه؟ عشان موضوع الستاك ان هو بيحط الحاجات فوق بعضها، فلازم عشان يحط الحاجات فوق بعضها يبقى عارف هيحط فين، كلام كبير يعني. بس هو في الاخر نفترض كده اسامبشن عام، ما ينفعش اعرف لوكال فاريبل الري السايز بتاعه ما اعرفوش، يعني اقول له سي ان اكس عرف لي الري سايز بتاعه اكس، ما ينفعش، تمام؟ فبس بس انا محتاج اعمل كده، يعني انا ممكن ابقى في برنامج واحد يعمل لي طلباته، هيعمل طلبات ايه في هيشتري حاجات، فانا ما اعرفش اشتري ايه، فاعمل له اري قد ايه من الطلبات ده؟ ما اعرفش، هو على حسب ما يحدد. فدي حاجه انا ما اعرفهاش وانا بكتب برنامج، اليوزر هو اللي هيحددها. فانا محتاج فكره ان انا ابقى بعرف فاريبل سايز اري فاريبل سايز السايز بتاعه اري. هنشوف طرق ذكيه بعد كده نعمل بيها الطريقه دي، بس حاليا احنا عايزين نعرف نعرف اري السايز بتاعه دايناميك، اعرفه وانا شغال في البرنامج مش وانا بكتب البرنامج. طبعا الموضوع عن طريق النيو دي، لو قلت نيو فراكشن فاكرين كان في فاريبل فوق اسمه انتجر، اسمه انتجر، فانا قلت له كده مش هيتضايق عادي هيعرفه انتجر ده فيه ايه، معرفش هو هيشتغل. يعني لو اليوزر قال انا عايز ادخل 20 انتجر وانا حطيت جوه انتجر ده 20 وعملت النيو دي هيعرف 20 انتجر. طيب فراكشن بوينتر ده لما بعرفه بالطريقه دي بيعمل حاجتين، بيعرف حاجه اسمها فراكشن بوينتر وده عنوان، ده جواه عنوان مفهوش اي حاجه ليها علاقه بالنمبر دي، نمبر هو ادرس بس. الادرس ده بيشعر ايه؟ على فراكشن. فاكرين لما كنا قلنا الاند شورت ده ادرس بيشعر على شورت، فحاليا ده بوينتر هيتحط جوه ادرس، الكمبيوتر هيفترض ان هو لو راح الادرس ده هيلاقي ايه؟ فراكشن كامل اللي هو نمبر دي نمبر، ما لقاش هيشوف 8 بايتس هم دول النمبر دي نمبر بتوعي، ماليش دعوه. ان هو هيروح في المكان ده في الميموري يقول انا في نم ودي نم قدامي دلوقتي، تمام؟ النيو دي بتعمل ايه بقى؟ هتعرف النم ودي نم، في حاجه هنا اسمها نم ودي نم، هو موجودين في مكان ما في الميموري، ده ميموري ده ميموري، تمام؟ هما الاثنين حاجه واحده. هتحط في الراجل ده الادرس بتاع ايه؟ في الفاريبل ده، وبالتالي الفاريبل ده ملوش اسم دلوقتي، ملوش ما اسموش اكس ولا اسمه واي ولا اسمه اي حاجه، ما اعرفش اسمه ايه، بس انا عارف ان انا عندي بوينتر بيشاور عليه، تمام؟ طب انا لما كنت عارف ان الفاريبل ده اسمه اكس كنت بقول له اكس دوت نم ايكوال كذا واغيره، دلوقتي ما اعرفوش. لو انا عندي حاجه اسمها فراكشن بوينتر وانا عارف ان الفاريبل ده بوينتر بيشاور على فراكشن، ممكن اعمل كده سهم كده واقول له نم ايكوال 10. السهم ده معناه ايه؟ بقول له روح للمكان اللي انت بتشاور عليه كادرس، النم اللي هتلاقيه هناك خليه ب 10، تمام؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى كده السطرين دول عملوا ايه؟ الثلاث سطور عملوا ايه؟ اول سطر عرف نم ودي نم، وعرف بوينتر، وخلى البوينتر ده شاور على النم ودي نم. تاني سطر خلى النم ب 10 والدي نم ب 10. ماشي؟
المعلومه بس الوحيده اللي المفروض نبقى فاهمينها ان ده كده اسمه دايناميك الوكيشن. ايه الدايناميك الوكيشن ده؟ حاجه بتتعمل ات رام تايم ومانجد باي البروجرام، يعني انت المسؤول عنها. هو في حاجات ما كنتش انت المسؤول عنها؟ اه، انت لما بتعرف انتجر اكس في اول فانكشن بيتمسح في اخر الفانكشن، صح؟ يعني لو انا عندي جوه المين كده شويه فاريبلز، لما الفانكشن تخلص المين هيمسحهم هيرميهم. لو عندي لوكال فاريبلز جوه فانكشن بعد ما اخلص تنفيذ الفانكشن دي هيتمسحوا، تمام؟ انت تمسحهم السيستم بيمسحهم، فالسيستم مسؤول عن الحاجات اللوكال كلها. طب دي ايه دي؟ ده كده مش لوكال، ده حاجه انا كبروجرامر مسؤول عنها. يعني ايه مسؤول عنها؟ يعني مسؤول اوجدها ومسؤول امسحها، تمام؟ طب لو نسيت امسحها اعمل مشكله في الميموري، تمام؟ ده اللي فالجراند بيعمله، ان هو يلاقيب لك الحاجات اللي زي دي، تمام؟ طب فانكشن بوينتر ده ايه الاخبار؟ ده لوكال فاريبل ولا لا؟ اي حاجه بتتعرف نوع فاريبل اسم فاريبل ده لوكال فاريبل. اي حاجه بتتعرف بنيو او بملك دي دايناميكالي الوكيتد فاريبل. ماشي يا جماعه؟ انا اسف والله، احنا المفروض في الاولى، يعني لسه في امل. انتوا كنتوا واقعين ولا لا؟ فايقين صح؟ في امل؟ فايقين؟ ان شاء الله فايقين. طيب السطر ده بيعمل ايه؟ بيعرف array of two fractions. فلو افترض كده ان عندي حته في الميموري فيها fraction 0 fraction of 1. fraction of 0 دي فيها نم ودي نم، وfraction of 1 برضه فيها نم ودي نم، تمام؟ فراكشن اوف 0 دوت نم ده ب 10 ده ب 15. حد يقول لي بقى الاكسبريشن الجميل ده فيه ايه؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ مبدئيا بس كده القوس ده بتاع القوس ده، يعني السهم معمول للي بيحصل جوه القوس كله. فخلص اللي جوه القوس بعد كده اعمل السهم. قول ماشي. هو جاب الدي نم بتاع فراكشن اوف زيرو، ماشي، وجاب الادرس بتاعه، وبعدين عمل له كاستنج كبوينتر تو فراكشن، فهيبقى دلوقتي بوينتر، يعني كان فراكشن اوف زيرو دي نم دي نم دي بقى. اه بالظبط كده. طيب نقول اللي الراجل ده قاله تاني من جوه لبره، فراكشن اوف زيرو دي نم ده انهي فاريبل؟ اللي هو ده مربع ده، تمام؟ ده فاريبل نوعه ايه؟ انتجر. فالاند بتاعه ايه؟ ادرس بيشاور على انتجر، تمام؟ لما عملت له كاستنج لفراكشن استريك قلت له خلي بالك انت ادرس بس بتشاور على ايه؟ على فراكشن. فهو لما هيروح لميموري هيعتبر ان هو بص على نم ودي نم، وهو بدل ما كان شايف ده كده هيبقى شايف دولت على ان ده نم وده دي نم، تمام؟ ده كده بقى البراكت ده كله. بعد كده قلت له روح بقى للادرس ده غير في الدي نم بتاعك خليه كام؟ 20. طب دي نم بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو ده هنا، تمام؟ السطر اللي بعده نفس الكلام بالظبط، نفس البراكت. بعد كده لما خلصت قلت له اوف زيرو. لا بقول له انا شرطه، يبقى انا بقول له على الشمال ده ادرس، بقول له روح للادرس ده، خلاص اقف على الادرس ده، ادي نم بتاعك خليك كذا، تمام؟
الادرس الادرس الكبير ده نفس الكلام ده ادرس بيساوي على الجزئيه دي. لما عملت له اوف زيرو معناها ايه؟ اعتبرته اري. عايز اجيب الاليمنت الاولاني منه. ايه اللي ايه علاقه البوينتر بالاري؟ هو اصلا الاري بوينتر اصلا. اللي هو الاري بوينتر بس ما ينفعش اغيره. يعني لو انت عملت اكس اوف 10 انتجر اكس اوف 10 ده معناه ايه؟ انك عامل اري فيه 10 اليمنتس. اكس ده اري، اكس ده بوينتر. تمام؟ وبالتالي اي حاجه بتعملها في الاري بتعرف تعملها للبوينتر. احنا قلنا ان الراجل البراكت ده كله عباره عن بوينتر. فممكن اقول له اوف زيرو زي ما بعمل الاري. طب انا كده بقول له ايه؟ هات لي اول اليمنت فيه. فبقول له اول اليمنت ده الدي نم بتاعه خليه كذا. ايه اللي حصل هنا؟ اقول له الانتجر الفاريبل اللي كان فوق ده اللي متعرف. هات الادرس بتاعه حوله له فراكشن خلي النم بتاعه ب 10. انا كده عملت ايه؟ غيرت الانتجر. غيرت الانتجر ما عملتش حاجه. ليه؟ لان انا لما خليته يعتبر نفسه مشاعر فراكشن بقى عنده اول انتجر مشاعر عليه هو النم وتاني انتجر هو الدي نم. قلت له خلي النم بتاعك بكذا فكاني غيرت اول انتجر هو شايفه اللي هو الانتجر نفسه. كلام بسيط جدا.